تامر عبد المنعم ليس ممثل فقط لكن مذيع ناجح أيضا. التجربة بتقول كده، استغلنا موهبته كمذيع وطلبنا منه يستضيف زملائه من أبطال مسلسل الظاهر. شعورك كيف الانتاج السخي والكتابة العظيمة؟ والله لا انتاج سخي ولا حاجة، عشان بس احنا مبسوطين جدا انه عرفوا اقنعوا يرجع تاني للدراما بإدارة العبقري ياسر زايد. هتستمتع، انا استمتعت وتعلمت من الراجل ده. طول عمري بدور على مخرج ذكي يدي توجيهات، انا ابقى موجود في لوكيشن واحد مع الاستاذ فؤاد، مدام بدلين، استاذ تامر عبد المنعم، ونجوم كبار مدام رغده، استاذ حسن يوسف طبعا، دكتوره سميره، استاذ صبري. عدد ما شاء الله يعني. بالتاكيد هو شرف كبير ليا جدا. والله طبعا هو احلى ما في المسلسل ان في نجوم كبار، وان شاء الله في شغل فن بجد يعجب الناس ان شاء الله. كمال عبد العزيز طبعا. كمال عبد العزيز عامل صورة استثنائية. كانت بداية معرفتي بكمال أو الدكتور كمال عبد العزيز ذات الشعر الجميل الذهبي. مسلسل الظاهر إن شاء الله هيبقى ليه يعني واقع جميل عند المشاهدين. شعور نبيل ليا إن أنا أكون على شاشة روتانا وفي مسلسل كبير، بطل ونجم كبير اسمه محمد فؤاد. انا فخور ان الناس دي كلها انا بشتغل معاهم. شكرا جزيلا.